استكمالا لتحقيق السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحكومة الخرطوم زار وفد من مجموعة الترويكا الدولية ولاية مدينة كاوادا جنوب كردفان وبحث مع عبد العزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية سبل تحقيق السلام بين الجانبين ممثلو المجموعة التقوا بأعضاء من مجلس السيادة السوداني وقدموا تقريرا مفصلا حول اللقاءات التي أجروها بمدينة كاوادا مع اعضاء مجلس التحرير القومي للحركه الشعبيه لتحرير السودان شمال وعددا من الفاعلين الاخرين بهدف تشجيع استكمال عمليه السلام مع الحكومه الانتقاليه. المبعوث الامريكي دونالد بوست اوضح عقب اللقاء خلال تصريح صحفي ان الزياره جاءت بغرض حشد الدعم للقائد عبد العزيز الحلو للعوده الى طاوله المفاوضات بمنبر جوبا والتوصل الى اتفاق سلام بناء على اعلان المبادئ. الموقع بين الحركه ووفد الحكومه وقال بوث ان بعثه ترويكا قدمت تقريرا مفصلا حول لقاءاتها واتصالاتها لعضو مجلس السياده شمس الدين كباشي بحكم أنه منخرط بقوة في عملية المفاوضات مع الحركة وعلى صعيد متصل أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان بإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم بدءا من مطلع أغسطس المقبل على أن يعين ولاة جدد في الخامس منه وبحث المجلس خلال اجتماع عقده بالقصر الرئاسي برئاسه رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان عددا من القضايا المتعلقه بالمرحله الانتقاليه في البلاد ويمثل اعفاء ولاه الولايات وتعيين اخرين واحدا من نصوص اتفاق السلام المبرم بين الحكومه والحركات المسلحه في العاصمه جوبا في الثالث من اكتوبر تشرين الاول الماضي.